دراسة أجريت من بعض الزملاء أن هناك نسبة تردد من ضد المطعوم قد تصل في بعض الأحيان إلى 60%، وإحنا شاهدنا هذا الكلام، إنه في ناس وصلها المطعوم وذهبت إلى أخذ المطعوم وترددت عند أخذ المطعوم، يعني لسه هذه مشكلة أكبر، وهؤلاء سجلوا في بعض الأحيان في من تخلف عن دوره بنسبة 58%، أظن طلع تصريح أمس أو أول أمس حسب اللي هي خلية الأزمة في من تخلفوا عن المطاعم. المطاعم هي الحل الوحيد الذي الآن نحن محتاجين له، حتى مع احترامي للزملاء اللي قالوا إحنا الآن يعني توسعت طاقتنا الاستيعابية، أنا لا أعتقد أننا نمتلك هامش الوقت الكبير لمثل هذه الإجراءات. الأعداد عندنا وصلت إلى حد عالي جدا، صنفنا إحنا حسب تصنيف مركز السيطرة الأمريكي على الأوبئة بأننا منطقة very high risk، يعني إحنا في أعلى درجات الخطورة بالنسبة للتصنيفات العالمية، وفقا للأعداد التي نسجلها، نسب الإشغال التي أصبحت عندنا عالية جدا.